سندس يا راد. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا. مرحبا. تبقى سلف عليك. هلا والله. سلامك. مرحبا الله يحييك. السلام عليكم. ابو مشحى انت اللي قاعد تصحيهم صحتنا كلنا مو بسهم ما شاء الله عليك. يا مرحبا الله يحييك. يا مرحبا. هلا هلا. جزاك الله بركه. الله يبارك بعمرك. كيف الحال؟ شلونك؟ صحتك طيب؟ كيف الحال؟ شلون صحتك؟ سلم صحتك. ساكن طيبين؟ شنو اموركم؟ من اللي كان قبل شويه ينشد ولا راعي الشعله من هو؟ انت؟ يلا يلا قلها يلا خلينا نسمع. سلمت. يا جميل أهجام يا طول حالي. ارفع الصوت وعطى صدى دلع. والله إن كبدي على شوفك مليل. لو تمرين الشيوخ أهل الفتاوي عودوا مثلي يجرون جنتي مكاشر عود جاوي ملبست سندس شراب سلسبيل. لو تمرين الشيوخ اهل الفتاوي عودوا مثلي يجرون الطويله. ما شاء الله ما شاء الله جعلك تسلم. انا اول ما سمعتها من سعود الجوز الله يوفقه. الله الله يمكن الناس تعرفونه من قبل انا ما عرفت الا من سعود ثم عاد الحين ذكرتني قلت لك عدها. اي والله عسى الله يوفقك. والله اني والله يا اخي ما شاء الله عليك انت البرنامج جاء لازم تكون المشرف انت هو البرنامج يا انه يكمل يا انه يوقف يا بتصير هوشه بس ما شاء الله عليك يعني ما عندك صحه الرجال. اي خلينا يمسحون يحضرون البطلات يحضرون ما جو هنا يرد. كفو كفو والله كفو. حياكم الله يا شباب. الله يحييك. مشتاقين لكم والله جدا. والله مشتاقين لك. بسم الله عليك. بسم الله عليك. بسم الله عليك. انا يمكن ما شفت وما اخر مره الا الظاهر في رمضان. سلام يا غالي. اخر مره شفناكم في رمضان الظاهر. انا تو الحين يكتم العيد ترى. اقول تو الحين يكتم العيد يمشي. الحين ما عيت. لكن يوم شفتكم اليوم عيت ان شاء الله. الله يتقبل منا ومنكم. يا مرحبا. كيف طال عمرك؟ حياك الله. اقول كل ما تجينا تجيب شيء خبر زين. ابشروا بس سعد ابشروا بس سعد. عسى العلوم. الله يرضى عنكم ويسعدكم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام في يوم جديد من فقرة جود. صح كذا اسمها ولا لا؟ قلت لا كني غلطان بعد العيد ولا شيء. ونعيد عليكم كل عام وانتم طيبين والله يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الأعمال. الحقيقة أن الشوق يعني ما شاء الله واصل حده فلذلك كنا ننتظر هاللقاء. يمكن كنت في سفر ما كنت أقدر أكون موجود لكن أبو عبد العزيز الله يبيض وجهه فيه الخير وأنتم تواجدكم فيه الخير. الله يطول عمرك. لذلك إحنا دائما نجي أنتم تتعبون حنا الثمرة دائما نقطفها لكن ترى هالثمرة ما نبتت إلا بفضل الله ثم فضلكم أنتم. الله يطول عمرك. وبإذن الله ما نجيكم إلا معنا البشائر اللي تسعدكم. بيض الله يجيكم. بإذن الله وكذلك النقاط اللي تعينكم. كفو تستاهلون والله العظيم تستاهلون. اليوم البرنامج كم وصلنا كم اليوم 52 يعني تقريبا المنتصف ولا تقريبا باقي 30 يلا راح كم باقي 30 تقريبا 32 اذا 52 شو باقي 30 باقي 40 يوم باقي هو 90 يوم الحين 52 باقي 37 يوم شهر ما شاء الله ياسر على ايام اي والله ياسر اتوقع ان كل واحد فيكم الحين له ذكرى في هالمكان مرت عليه خلال 52 يوم فيها الذكرى الطيبه والذكرى اللي ما ودنا نتذكرها لكن في كل الاحوال تراهي زينه كلها طيبه لا بشك ما قدمنا الا شيء اللي ما يحتاج والله انا كنت مع احد الدكاتره الجيدين صراحه قال عباره عابره لكنها علقت بالذهن يقول ترى الحياه اذا كانت كلها بدون مشاكل ترى تفسد صحيح وهو صادق تخيل واحدة متزوجة هو مرتها ما في مشاكل ما لها طعم البيت بارد فهمت ما نقول احنا روحوا هاوشوا زوجاتكم ولا انتم هاوشوا لا لا بس انا اقول يعني تجي مشاكل عابرة برنامج بدون مشاكل ما هو برنامج سامحوني ودائما ما يخطي الا من اللي من هو اللي يعمل
واللي يتحرك واللي يتكلم واللي يقدم لازم يخطي، لكن اللي نايم بيخطي؟ لا مهم مخطي نايم، واللي مو قاعد يعمل بيخطي؟ لا مهم مخطي لأنه مو قاعد يعمل. فلذلك ترى الخطأ كويس، يعني شيء إيجابي، لا نأخذه بمنظور سلبي، إلا عاد الخطأ المتعمد على شيء ثاني. لكن أتكلم على الأخطاء الطبيعية اللي تصيب الإنسان كونه إنسان ولازم يخطي، هذا شيء جميل وطبيعي. لذلك اليوم يا أخواني ودنا ندردش حول موضوع أتوقع أنه يعني يهمنا جميعا، وبنجي لموضوع الحالات والبشائر إن شاء الله اللي تبي تسر لكم وتسعدكم أنتم المشاهدين الكرام. اليوم يا أخوان موضوع ودنا نسالف عنه، ودي أسمع حقيقة نظرتكم عن هالموضوع، وباخذ كذا واحد واحد سؤال سريع ثم ننطلق في هذا الموضوع. اليوم لو واحد تعرفه، صديق، قريب، أخ، أياً تكن علاقتك في هذا الشخص، صدر منه خطأ تجاهك وأنت تعرف أن الخطأ غير مقصود ثم تكرر الخطأ برضو بدون قصد وأنت متأكد، وش تكون ردة فعلك تجاه هذا الخطأ؟ والله عطنا بمصداقية شباب. والله بمصداقية الخطأ الأول والثاني والثالث مقبول عندك إلى ألف إن كانه بدون قصد. سلام. حتى لو كان من نفس الشخص عليكم السلام. حتى من كان من نفس الشخص والله لا محالة إذا بدون قصد. طيب نفس الموقف صار من علي ومن عبد العزيز ومن صالح ومن محمد ومن خالد، وهو بدون قصد؟ بدون قصد نفس الشخص اللي بدون قصد مرة. نعم ها يعني أقول من أخطأ بدون قصد فقدها على اسمها بدون قصد، أما كان مخطئ ومتعمد فالعذر يشيل ما في الخاطر. أنا بجي للي متعمد، خلونا الآن للي مو متعمد. اللي متعمد ولا غير متعمد؟ اللي غير متعمد. اللي غير متعمد على اسمه وتكرر منه أو من غيره نفس الخطأ. شوف الخطأ وتراه ينرفزك يعني حيل. الخطأ على الخطأ ما هو بزين، حتى لو كان غير بدون حتى قصد. حتى لو كان غير متعمد ولا ده أنت هذا خطأك، وقف هذا خطأ أول لا تصارحه. نعم يا سلام يا الله. سلام أنا طبعا ما راح تتكلم معه صح؟ بتمشيها لأنه بدون قصد، هذا اللي فهمته منك. لا يعني انت تقول لا تشل عليه ولا لا لا انا ما قلت شيء، انا ما قلت شيء، انا ما كنت تقول، لكن انا قاعد اقول وش بتسوي. لكن الخطا بدون قصد اكيد اني بنبهه من الخطا الاول. بتنبهه؟ نعم بنبهه من الخطا الاول. تمام. وبخبره على خطاه التكرار، واذا تكررت الخطا اكثر من مره يمكن ابتعد عنه. طيب انا قبل ما اكمل خلي السؤال يصير شقين، المتعمد والغير المتعمد. طيب المتعمد وش بتسوي فيه؟ متعمد بنسحب منه صراحه. توقف؟ إيه بوقف العلاقة تماما. نعم. ها يعني إن كان اعتذر راح الخطأ من خاطري، وكان حتى لو كان خطأ يعني قوي تشوفه. شوف ما في أحد إلا ما يخطئ. أي طبيعي، والدنيا حصل فيها أخطاء حتى بين الأخوان. صح. ولكن إن كان خطأ يدمح وينقبل العذر منه بقبل العذر، أما إن كان خطأ في خطأ عن خطأ، في خطأ يوصل للوالدين، في خطأ لا 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 لذاتك، انسى الوالدين والأهل. لا لا قد ذاتي يعني ما يسيء الكرامتي. لا لا ما هو جاي الوالديك الله يحفظك. لا ما يسيء الكرامتي ولا شيء بعذر إن كان أتعذر. تمام. ها إيش تقول؟ تبي الأول ولا الثاني؟ أبي الثنتين. إيه أبشر. شوف من غير قصد واضح أصلا، الكتاب يقول لك واضح من عنوان الكلام إنه تكرر. ترى حتى لو تكرر بواجه الرجال وأقول له ترى الأول واجهته وتكرر، واجهته تكرر نفسها غلط. هو ترى طبيعة فيه تلقائية مو بيتعمد. حلو. يعني هذه نقطة المفصلية. أحسن شيء إني أبعد عنه شوي لأجل إنه ما يصير بخاطري عليه. تحسس بالخطأ فتبعد. أي علشان ما يصير بخاطري عليه شيء ولا هذا، حتى لو مو من قصدي إذا تكرر يعني عدة مرات، لكن أول مرة ثاني مرة ممكن إني أعديها له، لكن لأجل عشان ما تصير بخاطري أنا، كل ما تكثر نفس الغلط وكذا اللون يكون فيه مثلا مجموعة وكذا اللون ما تصير بخاطري عليه شيء. بخصوص اللي هو متعمد فيه شيء عن شيء يفرق. ممكن اني انبهه الاول والثانيه اقول له ترى اللي سويته غلط وكذا هاللون وما يصير. شفت الرجال يعني استسمح مني وقال ابشر ما تتكرر ان شاء الله خلاص ابدمح له. لكن اذا الرجال مستمر طال عمرك احسن شيء ما بيني وبينه ولا السلام عليكم السلام بس. جميل. سم يا مرحبا مسك تبدأ. أما قال مش الأول ولا الثاني؟ لا كلكم الجميع أبي الثنتين، الجواب عن الثنتين. اللي بدون قصد بسمح الأول، الثانية والثالثة بجيب وأقول ترك أخطيت خلاص. الأول الثاني ما راح تكلمه؟ لا ما راح أكلمه.
الثالثة بتقول تراك أخطيت. تراك أخطيت وحاول تعدل من نفسك. تمام. عادل الخطأ اللي مبين ولا مخطي عمد، لا بجيبه وقف عند حده بقول أنت أخطيت وما يصلح. وخلي الوضع رسمي خلاص، سلام عليك السلام. آه تقلبها مع رسمية مرة. سلام عليك السلام. طلعات روحات جيات مع تي. وقف. طيب إذا كان متعمد. إذا كان متعمد. أنا قلت إذا كان متعمد بوضع رسمي، بس إذا هو ما هو متعمد. ثالث مرة تبدأ تتكلم معه. مرة بكلمه أقول انتبه عدل من وضعك. تمام. إذا تقدر. سام. دوك السم. والله طويل العمر اللي مو متعمد مو متعمد. حتى لو تكرر. حتى لو تكرر اللي مو أكيد بنبهه، ولكن اللي مو متعمد فبني آدم وطبعه الغلط محد كامل. حتى لو كان في موقف مثلاً يحرجك، بمعنى مثل هالمجلس وأخطأ عليك، مو متعمد الخطأ بقدر ما هي تلقائية فيه وعفوية، بس إنه مرات ممكن يجرح بكلمة أو إنه أي يعني يكون الخطأ. صح إني يمكن أنبهه لكن ما نبزاله مرة دامها ما هي بعمد اللي مو بعمد. تعرف طبيعة إنه كذا ما هو بعمد. تمام. شكوى. وإذا كان متعمد. متعمد لا والله. هذا فراق بيني وبينك مرة. إذا متعمد المتعمد متعمد. تمام. صح النوم الحبيب. خلو 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 يا رب. تبقى. تفكر فيه وش؟ متعمد وش؟ ما أدري والله. السؤال الله طبعا. طيب باخذه وبرجع لك عشان تفهم السؤال. سم والله طال عمرك. الخطأ الغير متعمد المتكرر. الغير متعمد المتكرر والله انا اشوف اني باخذها بروح انزانه. تاخذ سلام ورحمه الله يا مرحبا. انا بتقبلها منه. تتقبلها في كل الحوار. ما هو متعمد بس اني بعلمه، انا بنبه بجي وقلت نبهته وتكرر لانه تلقائي الرجل. بس اني اعرف، انا اذا اني اعرف غلطي عند الرجال ذا واعرف ايش في قلبه لي، والله اني بتقبلها وباخذها بكل اريح. حتى لو يحرجك بكل مكان والله ما عندي مشكله. طيب تمام. اذا كان متعمد. لا المتعمد غير متعمد. وش التصرف مع السلامه؟ بنبه فالاولى وبنبه في الثانيه وبنبه في الثالثه وتكرر في وتكرر الرابعه طول العمر. سلام عليكم. سلام عليكم. ما الجفاء ولا. تمام يا رب ان فهم السؤال. فهمت. ها اللي يخطي عليك بعمد وبغير عمد وش تصرفي بتسوي؟ سلام هذا وانت نايم فهمت شلونك صاحي؟ كيف؟ اللي يخطي علي بغير عمد ابد، الرجال بغير عمد خطا علي وبادمحها، لكن اللي بعمد حتى لو تكرر الغير متعمد. غير متعمد وتكرر يمكنها دلاخه منه مره. مو بدلاخه، عفويه، خلينا نلطف العباره. عفويه كذا عفويه منه. ايه فمره مرتين ثلاث خلاص، الثالثه بشرح لها الوضع. ما فهم. ما فهم الله يستر عليه. ممتاز. طيب واذا كان متعمد. اذا كان متعمد لا والله بنتفاهم انا وياه واشوف ايش عنده وليه، واخذ واعطي معه ثم يتوكل. اعتذر ثم كرر الخطا. ما ان كان اعتذر بس اسمعه، وان كرر الخطا ما عاد بيشوفني لا عاد بيشوف. مره مره. تمام يا هلا الله يحييك. طيب بعدها باخذ الاتصال. بعد مشاركته إيلين انتظري علينا شوي. سم بعد أجب باخذ إيلين ثم برجع لك. توه جاي. حياك الله إيلين. سلام عليكم. عليكم السلام. أهلا. والله ما أعرفها هذه أختك ولا وشي؟ كيف الحال؟ خير الحمد لله. أخته؟ بنتك ما شاء الله. إيلين كيفك يا بابا علاوي؟ هذه حبيبة اليوم. بسم الله عليك. بخير الحمد لله. كيف الحال؟ والله تمام. مشتاق لك والله. وانا وانا مشتاق لك. جالة والله صوت ما ينقطع. بابا تعال. تعال يلا السبت. تقول له السبت اجيكم اطلع من البرنامج خلاص. يا رب والله قلبك. الله يخليها لك يا رب. الله يجزاك خير. يا اي اسمها ايلين. علين. علين. أبا يا علين. أنا أتفقد بعيني معك. إيش قالت؟ مشتاق لعلي. الله يحفظ لك والدك يخلي لك. يا علين. لبيت. لبيت في مكة. كم تعطين أبوك نقطة يلا؟ خمسمية. كم؟ خمسمية.
والله ماني براد جاتك 500 تستاهل تستاهل الله يحفظها ويخليها لك يا رب الله يجزاك لا لا ما عاد معها راحت خلاص 500 الين الين لبيك لبيك انت يا امي عندك ايه اعطيني اياها والله بك المهم استغل على الفرص خطير والله اعطيني امي الين لا لا والله انا عندي بس ما يا الين حبي لي رجلها يا الين يلا الله يحفظك مع السلامه يا الين بسم الله عليها اذكروا الله عليها يا اخواني انا والله ما ادري ترى قال الين احسبها كبير قلت خلها تنتظر ما دريت انها بنيه الله يحفظها هذه اختي الصغيره اللي مربيها من اللي يقول انها بنته انا اللي اقول هي تديني بابا كلهم يحسبونها بنتي اغلبهم ها ها ما شاء الله كم عمرها؟ عمرها هذا الحين يمكن 6 سنوات بسم الله عليها الله ينبتها نبات حسن اجعلها قرة عين لوالديها يا رب الله يصلحها والله يا اخواني ضعفت ما قدرت اقول لها لا على 500 ولا احنا نوزع 200 300 بس 500 ما اقدر طيب يستاهل والله يستاهل ترى اي اتصال امنعونه من 500 ما في ترى معكم 200 ولا خلاها 300 تشوف ابو عبد العزيز بالكريك بالكريك وسهل الف ابشر والله بالوجود كم اجمالي اللي وزع ابو عبد العزيز انا سالتكم اكثر من مره قبل كم؟ لا لا 100,000 انتهى البرنامج الحبيب لا 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 البرنامج ايش اسمه كل احنا كنا كم كل مجموعه كم؟ 12 13 لا ما احنا 20 المهم كل مجموعه فيها 500 والمجموعه كم فيها؟ ها؟ هذا من غير الاتصالات ومن غير لا خلي الاتصالات 500 كم فيها كل مجموعه؟ 9 9 فيها 500 يمكن 20 يمكن 9 × 500 4000 500 او ايش 4000 4500 يعني تقريبا 9000 يوزع نعم طيب انا وزعت 13000 يا اخواني يلوم عيني كفو كفو الطيب انت كريم احنا نشكرك الله تستاهلون الطيب الله يزيدكم وتستاهلون والله طيب فهمت السؤال ولا نعيده؟ بعد طيب السؤال كان واحد اخطا عليك خطا غير متعمد بتلقائيه او عفويه منه تمام وتكرر مره ومرتين وثلاث من غير انه يبي يخطي عليك وش تصرفك معه والثاني واحد يخطي متعمد وش تصرفك اول شيء اللي يخطي عفوي الله يجعله افدى مهما كان مهما كان لو تكرر لو تكرر مره مره بين مجلس رجال مره بدون ما تفرق جعله افدى طيب الثاني غير متعمد لا بوقفه عند حده من اول مره بتهاوش يعني بالضاربه باي طريقه كان بياخذ لا هذا تهديد مبطن ذا ها تهديد مبطن حسب الاسلوب وحسب الخطا ها حسب الاسلوب وحسب الخطا حسب الاسلوب وحسب الخطا يعني بتوصل اليد لا ما توصل لليد يا ابو اي تمام انا بس ابغاها تطلع منها ولا انا فاهمه لا ما توصل لليد طيب اخر واحد واحد نخطا عليك خطا متعمد لكن غير مقصود انه لك بعفويته وتلقائيته كيف متعمد ولا خطا عذرا غير متعمد لانه عفوي وتلقائي وعلى سجيته ويتكرر الخطا مرتين وثلاث واربع وش بتتصرف معه والثاني خطاه متعمد وش بتتصرف معه لقد ما هو متعمد في كل جن والخطا حتى لو تكرر حتى لو تكرر انا عذرته وبستر لقد طيب عندي وحمري طيب والثاني لقد متعمد اي المتعمد وش تقول له؟ ما يا لو قد الخطا وارد وخطا بين ومتعمد فلا يجوز الخطا الا خطا مثله. لا والله اصفد. لا عاد. والله اصفد. طيب الشباب كلهم قالوا نقطع العلاقه. لا بدون مجامله. ننبه المره الاولى، الثاني تكرر مع السلامه. على حسب الخطا، اقول لك على حسب الخطا. الخطا ما تعدى شخصك. ايش عاد اغلى من الشخص؟ قال اقعد في نفسي ولا عاد بهاي شيء هذا ما ينفع معه مره ترى ابي ابعد على الاسره على الاهل نفس الشيء يا شيخ انا ما اقول اقطع علاقه اقول السلام عليكم السلام اي يعني خلاص بعد تعرف كيف تعرفني رسميا انت تقابلنا حلو صح كذا؟ صحيح انا ودي حقيقه بعد الجمهور يشاركنا بآرائه تجاه هالشخصين اللي متعمد واللي غير متعمد شوف سبحان الله يا اخواني الله عز وجل ترى عطانا منهج حياة في مسألة التعامل مع الخطأ
لذلك الله دائما قال وأن تعفو فهو خير، يعني أنك تبي تعفو عنه وتصفح. ترى مرات من العفو أنك أنت ترى تهجره، لأن الرجل يتكرر من الخطأ وهو متعمد. ثم طيب واحد قال والله فلان أخطأ علي وباخذ حقي، إيش رأيكم فيه؟ يحق له؟ يحق له نعم شرعا طبعا يحق له، يعني على حق، بس الأفضل الأفضل أنك من عفا وأصلح فأجره بينك وبين نفسك على الله تجفي، لأن الله يقول فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم فهو خير للصابرين. يعني الله عطاك العلاج ثم قالك ترى الخير لك والأفضل لك والأحسن لك أنك أنت تصبر، قال ولئن صبرتم فهو خير للصابرين، بمعنى أن الله عز وجل هو اللي بياخذ حقك، الله عز وجل هو اللي بي يعني خلينا نقول يعينك على نفسك أنك أنت تتجاوز مثل هذا الخطأ، لأنك مشيت على الهدي الرباني والهدي النبوي. ترى حتى في الحديث مرات الإنسان يجي يغلط عليك غلط متعمد أو غير متعمد يكون سبب في غضبك، صح ولا لا؟ صحيح. الحقيقة أنه الكيس الفاطن العاقل اللي يحكم عقله وينسى عاطفته والاتصال لنفسه تراه بياخذ بالهدي النبوي. يعني مثلا في الحديث ثلاث مرات لا تغضب لا تغضب لا تغضب وكررها مرارا. ليش؟ ترى ما في مشكلة في الحياة إلا سببها الغضب، ما في مشكلة في الحياة إلا سببها وقت غضب، ولا في قضية صارت في محكمة إلا سببها انفعال وغضب، صح ولا لا؟ لكن تعال في المقابل ما في عفو صار إلا بسبب هدوء وركادة ورزانة وعفو وصفح. تخيل أنه كل واحد يبي يغضب عند كل خطأ، كان اليوم ما في أصلا ما في أزواج، كلهم مطلقين بعضهم وكلنا عايشين مع أهله، كان ما الأخ مو بجالس مع أخوه، كان الأخ مو بجالس مع أخته ولا الأخت مو بجالسة مع أختها. ليش؟ لأنه كل واحد على أدنى خطأ يبي يزعل وبينتصر لنفسه. لذلك يا إخواني أقسم بالله ترى من علو النفس وفعلا أن الإنسان ما ينتصر لنفسه إلا في المواضع المحمودة. طبعا أتكلم كيف أن الإنسان يتغلب على أنه ينتصر على ما يملي عليه قلبه ويحكم عقله في موقف يحتاج فعلا أنه يسيطر على نفسه ويتغاضى ويمشي، لأنه تراه يبي يرفع من قيمته. لذلك اليوم كثير من الناس ترى يستحي أن يعتذر إذا أخطأ، صح ولا لا؟ في ناس يقول يا أخي والله ماني معتذر، ويشوف أنها نقص مع أنها رفعة له في الدنيا والآخرة. والله العظيم ما أعرف أحد ولا أتوقع أنتم تعرفون أحد يوم من الأيام اعتذر حتى لو لم يكن المخطئ إلا ارتفع في عين الناس، صح ولا لا؟ صحيح. لأن نفسه سامية ونفسه فيها همة وراضية، لذلك هو يعتذر ما عنده مشكلة، لأنه يعرف أنه هذا الاعتذار تراه يبي يرفع مو منزله، إذا ما فاده ما هو بضارة. عكس اللي يبي كابر وهو مخطئ ولا هو معتذر، ترى هذا بيضر نفسه بيضر علاقاته مع أخوياه مع أصدقائه مع أخوانه مع 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 أيا يكن، علاقته في عمله علاقته في بيته علاقته مع أصدقائه كلها تبي تخرب. ليش؟ لأنه ما عنده سن يعتذر. فمعروف تلقاه بين الشلة لا تناقشونه أصلا، والله لا هو معتذر ولا هو أصلا بيسمع لك كلام، ولا يعني مستحيل أنه أصلا يقتنع بكلامك حتى لو كنت على صح وحتى لو كنت عندك الدليل، ترى مو بسامع لك يرى أنه هو الصح. مثل هذا خلاص ليش تناقشه أصلا؟ هذا ما ينفع له إلا أقرب الناس له، إنه ينبه يعلمه يوضح له إن انتفع وأنت صح ولا بسلامته. لكن اليوم في مجالس يصير فيها مشاكل هواش، أتخيل أعطيك موقف لأحد الدعاة المعروفين، كان في مسجد يقول محاضرة، ركز، بعد الصلاة قام ومحاضرة طبعا رسمي، جاه واحد وانطلق عليه قال تراك ازعجتنا، يعني حنا ما نقدر ننام صلاة وصلينا. والله هذا اللي صار، ترى المقطع في اليوتيوب بالمناسبة. وش قال الشيخ؟ أبشر على خشمي، أبشر، وما كمل ومشى. الناس يقولون له تعال راح وخل، قال آسف أنا زعجت الرجال. لو أنه يعني ينظرها بنظرة أخرى، هذا قاعد ينزل من كرامتي ويهيني وأنا الشيخ اللي لي قيمة وشيمة والناس تعرفني في كل مكان، صح ولا لا؟ صح. كان درس لكل الحاضرين.
انه لا تنتصر لنفسك. من المواقف انه احد العاملين في الجمعيات الخيرية راح لاحد التجار وقال له، طبعا ما اظن يعني هنا، قال له يعني هذا مشروعنا وهذا برنامجنا وهذا موافقاته وهذا وما الى ذلك، قديم طبعا هالكلام. قال له تكرمون، يعني تفل عليه تكرمون. اي والله. قال له هذه لي وشلي لله، يقصد الله يكرمكم التفلة، يقول هذه لي وشلي لله. ما طلع إلا مشروع مقفل، لأنه حكم عقله في لحظة. كان أي واحد طبيعي بينتقم من نفسه، وين يتفل عليه، صح ولا لا؟ لكنه يعرف أنه رايح لأجل الله، فتحملها بوجه لأجل الله، وخرج للشيء اللي جاء من أجله بتعامل بسيط وسيطر على النفس. موقف المفترض أن الإنسان الطبيعي أنه يثور ويغضب، لكن يا أخواني دائما الإنسان اللي يربي نفسه بالهدي الرباني والهدي النبوي ترى يقدر يسيطر على نفسه في مثل هالموقف، بل أشد من هذه المواقف. فالرسالة اللي ودي اليوم صراحة توصل لنا إحنا الموجودين، للي يتابعون من الأخوان والأخوات، أنه يا أخواني فعلا لا تغضب لا تغضب لا تغضب. أسوأ الحالات هذا فراق بيني وبينك، لكن لا والله بهاوشة ولا متماسك مع بيدي ولا أي شيء. مثل ما قلت أغلبكم كان متفق على نقطة أنه مع السلامة خلاص، أخطأ علي نبهته ما فات مع السلامة. في من الناس اللي سبحان الله يا أخواني كذا طبيعته عنده نفس طويل، يقول والله ما خليه لين يتعدل. ما مر عليكم مثل هالشخصيات؟ فتلقاه يتحمل الخطأ مرة ومرتين وعشرة وعشرين، أتكلم عن الخطأ المتعمد طبعا. يقول أعرف أن هذا الرجل يا أنا يا هو لازم يتغير ويتحمل ويأخذ بوجهه لين يغير هذا الشخص. صحيح أنهم قلة لكنهم ترى ينجحون، ثم سبحان الله يصيرون مثل ما يقولون الناس بعد العداوة إيش؟ صداقة ومحبة. فتلقاه هذا دائما يخطي عليه متعمد لأنه ما يحبه أصلا، ويشوف أنه عدو له. يوم أنه صبر عليه ونصحه وقعد وراه صار من أعز الناس له وأقرب الناس له. هذا يا أخواني صحيح أنه مثال قليل، وأنه بعض الناس يقول هذه مثاليات، هي صحيح أنه إحنا نشوفها مثاليات، لكن في ناس الله عطاهم طول النفس ما عنده مشكلة أنه يصبر على الأخطاء مقابل أنه يصلح أخوه ولا صديقه ولا أي يكون. اليوم على مستوى البيوت أخوك دائما يخطي عليك، تقول والله مع السلامة ما أني مكلمة، ما تقدر، هذا بالأخير أخوك من لحمك ودمك، ما تقدر، صح ولا لا؟ صح. فتبي تروح وتعلمه وتفهمه، ترى خطأ يا ابن الحلال، ارجع يا ابن الحلال، سوي يا ابن الحلال، افعل يا ابن الحلال. ممكن تدخل فيها الأخ اللي أكبر منك، ممكن تدخل فيها الأب، ممكن تدخل فيها الأم، لين تشوف أن أخوك أن انصلح حاله، صح ولا لا؟ أيه. ليش؟ لأنه فعلا هذا أخوك، فمن تمخليه. لو طبقنا مثل هذا على الصديق وعلى وعلى وعلى، أتوقع أنه بيكون لنا أثر جدا إيجابي مع صعوبة الأثر، لأنه النتيجة تكون متأخرة، لكن الاستمرار عليها في ظني بتجيب أثر ونتيجة حلوة على أقل تقدير. إذا تمهنا للمجتمع اللي حولنا على الدائرة الضيقة، الأخوان الأصدقاء الخواص اللي دائما تروح وتجي معهم، كم من واحد سنوات وصديق الأخ ولا يعني صداقة مع 15-20 سنة لحظة زعل تفرقوا، هل هاللحظة أيا كان خطأها تسوى أن 20 سنة تروح بغمضة عين؟ ما هو منطق، صح ولا لا؟ يعني 20 سنة تحملته سواء أخطأ ولا ما أخطأ، ثم بهاللحظة فقيت تسيطر على نفسك، ثم ودعت كل هالصداقة ودعست تكرمون على هالسنوات من العشرة، هذه بعد يبي لها مراجعة. معنا الأخ عبد العزيز، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا، حياك الله أبو العز. مرحبا بك، حياك الله يا حبيبي. بعد ما شاء الله. أبقى يا ابونا. مرحبا ومسهلا. مرحبا بك. هذه حبيبي أبيض الوجه. وجهك أبيض يا حتى. حي والله ذا العين يا أبو مناحي. حي نبوك. دائما في كل موقف طيب أعين. لأني أبداك ماني ماني فلك أنت. ثاني والله أبداك. الله يحييك عبد العزيز، وجه رسالة للي يتابعونا. أقول صدقوا عن مرضاكم الله يشفيهم، صدقوا بنية شفاهم،
الله يبيض وجهك ويجزاك خير. عبد العزيز 300 نقطة لمن غير علي؟ ابدا ماني معطيها غير علي. سام؟ اقول ماني معطيها غير علي. يستاهل يستاهل. طيب بيض الله وجهك يا عبد العزيز، الله يحفظك ويبيض وجهك. طيب يا اخواني بالنسبة للحالات السابقة وش كانت؟ الحالتين ابو عبد العزيز ابو عبد الله حصه اكتملت ابو عبد الله هو افتكار وابو عبد الله وابو عبد الله وانا بشكر الحمد لله كلها تقفلت ما شاء الله اي نعم الحمد لله اليوم اجل خير يا شيخ اللهم لك الحمد ترى هذا فضل الله ثم لكم انا بس سجدة شكر والله الله يبيض وجهك يقبل والله اجاك خير ابو هذا يا اخواني ترى فضل الله ثم لكم ثم للجمهور الكريم وانا اكرر تاخر علينا حساب الراجحي لان تراه لو ما تاخر كان من زمان قد يعني تغطت هالحالتين ومع ذلك باذن الله انه بالكثير الخميس انا والله كنت عندهم امس فقالوا الخميس ان شاء الله بالكثير انتم مستلمينه فإذا استلموا الحساب حساب الراجحي تبي تجيكم البشائر إن شاء الله مين موقفة لأن المتجر جاهز بس لازم يربطونه بحساب بنكي فقلنا لهم خلوه لين يطلع الراجح عشان مرة واحدة المتجر مع الحساب والحمد لله الحالتين تقفلت يا رب لك الحمد يعني الأسبوع هذا استثناء بكون اليوم وبكرة بكرة بيكون معي رئيس الجمعية وتسمعوا منه إن شاء الله البشائر اما بقيه الاسابيع حتى نهايه البرنامج الله يبلغنا واياكم بكون معكم كل احد وثلاثاء ان شاء الله مرحبا ويحييك عسى ربي يرضى عنكم ويبارك فيكم اليوم حقيقه معنا حالتين جديده ودنا تطلعون الحاله الاولى وواحد من الشباب ودي بس يقراها ولا عليه امر على خش على السحب طيب اعطونا الحاله الاولى يا شباب يلا بسم الله على بال ما تظهر الحالة والله يا أخواني إني أتوجه فعليا يعني أخواني بخالص الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لكل من قدم وبذل وساهم وأعطى وأنفق وكان فعلا يد عون بعد الله عز وجل لكل مريض اليوم هالمرضى يا أخواني تراهم يفرحون بهذا العطاء يفرحون بهذه الحالات اللي تغلق لأنه يشوف الأمل بعد الله بهالقناة بهالمتسابقين بهالمتابعين لأني يشوف ما راح يتعالج إلا إذا اكتمل هذا المبلغ وفعلا يبي يتعالج وترى الفيديو اللي سبق أنه عرض بس حطينا تخبيش على الوجه ترى هذا أحد المرضى اللي تعالجوا بالمناسبة وتعالج بفضل الله ثم القناة عشان تكونوا في الصورة ثم أنتم ثم المتابعين الكرام وبإذن الله أني بيكون في مقاطع لمرضى آخرين تعالجوا بفضل الله ثم فضلكم أنتم ثم فضل اللي تابعونا وأعطوا وقدموا تأخرنا على علي يا شباب يلا طيب بسم الله أرفع صوتك يا علي وعطوا لي اسمك طفلة في عمر الزهور تعاني من فشل كلوي وهي بحاجة ماسة لأيدي حانية تساعدها في استكمال جلسات علاجها بإحسانك تهديها الحياة قيمة الحالة 110,000 بيض الله وجهك وجهك هذه يا اخواني طفله عندها فشل لايدي دانيه ولا حانيه دانيه حانيه صح؟ الله ما ادري وش مكتوب ما هي واضحه حانيه بس يمكن هنا مو واضحه نعم طبعا يا اخواني هذه الطفله عندها فشل كلوي وعندها جلسات غسيل كلى فتحتاج 110,000 ريال حتى تستكمل جلساتها ولعل الله يسر قد انهم يزرعون لها كليه او انه يكون في متبرع ايا يكن فأسأل الله عز وجل اللي سخر للأربع حالات السابقة أن يسخر لهذه الطفلة من يقوم على إغلاق حالتها ومن يكون معين لها بعد الله عز وجل شكرا لك يا علي بيض الله وجهك في حالة ثانية ودي واحد ثاني عشان بس ننوع واحد من الشباب بيسمح لي لا أنت أعطونا الحالة الثانية يا شباب ودي ترفع صوتك أو شغل السبيكر يا شباب سم. سعيد رجل فاضل يعيل أسرة مكونة من 12 فرد معلش بالله عيد وشوي شوي تكفى سعيد رجل فاضل يعيل أسرة مكونة من 12 فرد يقاسي شدة الفقر ولا يملك دخل مادي يعينه ويسنده وهو بحاجة إلى مد يد العون لمساعدته في علاجه طيب يا إخواني هذا أحد المرضى المستفيدين من جمعية التكامل الصحية رجل باختصار تسمعون بكلمة معدم
معدام معناه ما عنده مصدر دخل، طبعا باستثناء المبالغ اللي تجي هون حساب المواطن او الضمان وغيره. لكن في الاخير اذا كان رب اسره كم يعيل يا شيخ؟ 230,000. لا لا، كم شخص يعيل؟ 12 اسره. 12 فرد. 12 فرد عنده في الاسره هو اللي قاعد يقوم عليهم. 12 فرد ورجل معدم ماليا، اتوقع يا اخوان انه بيكون من اشد الناس حاجه للوقفه والمساعده والمسانده. بيض الله وجهك يا حبيبي، تعال ارتاح. قيمه الحاله 230,000. فالفكرة يا إخواني أنه هذه الحالتين الآن معنى جديدة اللي تعتبر الحالة الخامسة والسادسة. والله العظيم أني على يقين في هالظروف اللي مرت سابقاً وبحساب الإنماء اللي يمكن خلنا نقول الناس اللي تشتغل عليها مش مثل الراجحي، ومع ذلك أغلقت أربع حالات بإذن الله أنه الحالتين ما راح تطول وراح تغلق، وأوعدكم أنها بإذن الله قريباً تغلق. ومع الخميس إذا الله يسر وصدر الحساب الراجحي ما أتوقع أجيكم الأحد أو الثلاثاء، ولا نقول لكم ترى قفلنا وهذه حالتين ثانية. والله يا أخواني ترى فعلا هالبشائر هي تسعد كل مريض. تخيل أنه هذا المريض هو من أقربائك، أسأل الله أن يحفظهم بحفظه ويبعد عنهم كل شر. لكن يا أخواني مجرد أن الإنسان أي سم والله سعادتنا الحين بقغر المريض اللي هو يحتاجها. كيف سعادة المريض؟ صاحب الحاجة اللي الله عز وجل ما جعل حاجته إلا عندك. عمر الخطاب يا أخواني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصدقة، فصادف يوم قال نفسه هالكلام يقول عمر كان عندي مال فقلت اليوم أسبق أبا بكر في المال. أبو بكر جعل ماله كله لله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. عمر الخطاب يوم جاء بنصف المال، كان يتوقع أنه بيتجاوز أبو بكر، ثم يوم شاف أبو بكر حط ماله كله قال والله لا أسبق أبا بكر. يعني ما أقدر أتعدى. الله مسخر أبو بكر للإنفاق، وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة رضوان الله عليهم. فيا إخواني اليوم من أعطاه الله عز وجل المال قليل كان أو كثير، إحنا ما نقول قدم مالك كله. بالمناسبة ترى في من الناس من يتبرع يقول والله ما أملك إلا هذا المبلغ. ترى هذا ميزانه مثل اللي دفع ماله كله. عثمان بن عفان يوم جهز جيش العسرة وش قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لأن جهز جيش العسرة. فكيف أن الإنسان يا إخوان اليوم ينفق ماله كله؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا إيش؟ مما تحبون. طب كيف أني أنا أنفقت مو مما أحب بل أني أنفقت كل ما أملك؟ والله يجونا أكثر من اتصال، أكثر من رسالة، أكثر من شخص من الإخوان والأخوات والله ما أملك إلا هذا المبلغ، وتراي حطيت لها الحالة ولا حطيت لها المشروع ولا لها الوقف. يا أخي تقول وش هالنفوس العالية اللي ما عند إلا هالمبلغ البسيط وهو أشد الناس حاجة له، ومع ذلك قدم حاجة المحتاج على حاجته. بغيت تقول شيء؟ هذا رفيق لي وخوي، يا سلام، اللي هو عبد الرحمن بن محمد الجاسر الودعاني. ونعم ونعم بك، استاهل النعم. يقول كنت مرة من المرات أتفرج في برامج التواصل الاجتماعي. أي. يقول عرضت على حالة طفل مع فشل كلوي. أي. يقول أثرت في الحالة. يقول نويت إني أتبرع له بوحدة من كلاب. يقول انتهيت من التصفح في البرامج. يقول خليت أسبوع. يقول وأنا راجع بعد الجوال مرة ثانية وأصفح يقول طلع لي نفس الطفل نفسه. يا الله. إيه. يقول رحت صليت صلاة الاستخارة، دقيت متري سلف، رحت للمستشفى. وصل المستشفى سوى التحاليل، طلع يطابق الطفل. إيه. طبعا هو أبوه متوفي، الله إنه يرحمه. آمين. ما عندها لوالدته، ما علم الوالدة. إيه. يقول طلعت التحاليل وكل شيء إنهم طابق للولد. ما شاء الله. يقول وقعت ودخلت غرفة عمليات. خذوا من الكلية وعطوها الولد اللي كانت حالته منهكة متعطل الكليتين، كان الكليتين عند الطفل. يقول الله. يعني مقبل على الوفاة، وتبرع له بكلية الله انه يجزاه خير ويبيض وجهه. آمين. يقول والله ما علمت الوالدة الا بعد ما طلعت من غرفة العمليات.
اخذ قرار خلاص صلى صلاه الاستخاره واخذ قرار وتبرع له والله انه يجزاه خير. فهو عطى واحد والله ما يعرفه المعلومه الطفل ترى من قبيله ثانيه مو من قبيلته لا هو بقريب له ولا يجمع صله ولا بيعرف شافه بس في التواصل الاجتماعي وعطى عضو من اعضائه. فعاد كيف عاد اللي معهم دراهم ويقدرون يعطون والله العظيم انها رساله عظيمه اليوم ترى من اكثر شيء ممكن هذه القصه تستفيد منه انه شوف يا اخواني اثر نشر هالحاله يعني هو ما يعرف من هو أصلا هالطفلة شاف الحالة طب من نشر الحالة الله يجزى خير الجزاء ترى مثل أجر هاللي تبرع وعانى ودخل عمليات ترى أنت اللي نشرت وأنت اللي نشرت ترى مثل أجر عابد هذا يا أخواني فضل الله عز وجل. معنا الأخت شهد السلام عليكم. السلام حياك الله أختي شهد. الله يحييك. سمي حابة أتكلم عن فضل الصدقة. الصدقة عظيمة ساهم حتى مبلغ بسيط ما بينقص مالكم شيء الله بيضاعف لكم ولعلها تفتح باب رزق عليكم وأيضا ما يقدر يتصدق يساهم في نشر الحالات لأن الضر على الخير كفاعله والله يكتب أجر الجميع. الله يجزاك خير شهد بيض وجهك. 300 نقطة لمن؟ العلي مناحي. العلي مناحي استاهل علي بيض وجهك يا شهد يرحم والديك. حبيبنا حاتم قاعد تسجل والشاب اللي في كنترول تمام طيب فأقصد يا أخواني أنه شوفوا أثر النشر أثر كلمة أختنا شاهد ولا اللي قبله الأخ عبد العزيز ولا ألين الله يحفظها ولا أي أحد يا أخواني ترى ممكن يقول كلمة هو غير مستوعب أثرها أصلا. يعني أحد الحالات اللي كنا موجودين فيها كان الظاهر أنها أظن حوالي 500 ألف أو قريب من هالرقم رمضان مو بهذا اللي قبل وكان الناس جزاها الله خير مقبلة ومتحمسة وشايلة هم الحالة وفي مجموعة قاموا يمنشنون المشاهير ورجال الأعمال وأصحاب الشركات أصحاب الأموال دخل يا رب الله يذكرني باسمه أحد رجال الأعمال في تويتر معروف دخل على سبيس وقال ترى الحالة أنا أتكفل فيها 500,000 ريال من متابعة ما عندها أكثر من 100 متابع. يعني لا أحد يقول لازم يكون عندي آلاف يتابعوني لا 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 ترى أقسم بالله إذا علم الله عز وجل صدق نيتك في أنك أنت بتعين هالمريض والمحتاج أو هالطفلة على إغلاق الحالة والله نسخر لك الله من يتبناها ويدفع تكاليفها وأنت كنت سبب ترى أنه بسيط لكنه عظيم عند الله وعظيم عند الخلق خصوصا عند هالمريض اللي كنت سبب بعد الله في غلاق حالته. فلا يا أخوان لا 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 لأني لا أحد يتخاذل في أنه فعلا يقدم نفسه يقدم ما يستطيع في مسألة أنه فعلا يساعد الناس المحتاجة لأن يا أخواني هذول كلهم اليوم طرقوا الباب. أسأل الله عز وجل ألا يرينا اليوم اللي حنا نتمنى أحد يوقف معنا اللهم الله لا يرينها اليوم. لذلك يا أخواني في الحديث من أعظم الحديث من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته. إيش معنى كان الله في حاجته؟ يعني من كان في حاجة أخي يعني قضى الله حاجته. كان الله في حاجة يعني قضى الله حاجته. شوف كيف أنك اليوم تقضي حاجة أخوك الله عز وجل يقضي حاجتك إذا كنت محتاج. إخوان ترى الدنيا تدور أصحاب أموال اليوم ما عندهم شيء وناس ما عندهم شيء أصبحوا من أصحاب الملايين. هذا تقدير الله عز وجل وهذا عطاء الله عز وجل وهذه حكمة رب العالمين. لذلك أخواني في الحديث من الناس من لا يصلحه إلا الغنى. ليش؟ لو صار فقير ممكن يسرق ممكن 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 الله أعلم بخلقه. وفي الحديث ومن الناس من لا يصلحه إلا الفقر لو صار غني يتكبر يتجبر يحطها في الحرام. فشف ارضى بقسمة الله لك ما تدري وش الخير اللي الله جعله فيك إنك أنت تكون غني ولا تكون فقير ولا تكون على قد حالك ومن عرض الناس. لا تسخط على قضاء الله. أنت اليوم تسعى والنتائج عند رب العالمين. لا تنتظر إلا أنك أنت فقط تقدم وتعمل. النتائج متى ما جت لأن الله عز وجل هو الأعلم بما يصلح حالك. فلذلك لا تسخط ولا تزعل ولا تقول ما عندي ولا إن شاء الله أعطى فلان ما أعطاني. هذا من السخط يا أخواني وعدم الرضا بقضاء الله وقدره. لذلك يا أخواني اليوم الإنسان يكون راضي تمام الرضا أن الله عز وجل هو اللي قدر علي هذا. وهذا وضعي وهذا حالي ويا رب ترى رضيت بما أعطيتني ويا رب مثل ما أعطيت فلان أعطني
إن كان في خيرك إن الله يعطيك والله أن يعطيك طال الزمن ولا قصر، لكن لا تيأس ولا تدخل مع الله في تجربة، أبا أجرب وبدعي ربي بشوف بيعطيني ولا ما بيعطيني، إما أعطاني ما عاد بدعي وإن أعطاني استمر الدعي. لا يا إخواني، لا يتعامل الإنسان مع رب العالمين بهذه الطريقة، بل يتعامل مع الله عز وجل بيقين تام أن الله عز وجل هو المعطي، أن الله عز وجل هو الذي يمنع، أن الله هو الذي جعل الملك لفلان ونزع من فلان، الله عز وجل هو اللي رفع فلان وهو اللي أذل فلان وأعز فلان وأهان فلان، الله هو اللي جعل فلان في عين الناس مرتفع مع أن قد يكون تراه سيء في الخبيئة، لكن الله به يرتفع عشان إذا سقط سقط من علو فيكون عبرة لكل الناس. فليس كل ارتفاع ترى يا إخواني محمود. اليوم يجيك واحد يقول والله لولا اجتماع الناس على فلان ترى لولا أن الله عز وجل يحب فلان ولا ما كان الناس يتابعونه. طيب فيه تكرمون من يجتمعون عليها الناس وهو يجاهر بمعصية، صح ولا لا؟ من المشهورات أو المشاهير أو غيرهم، وتلقاه يفعل أفعال تغضب رب العالمين. صحيح. أتكلم ترى على مستوى المسلم وغير المسلم. اليوم أنت تتكلم ليس اجتماع الناس على أحد معناه قبول من رب العالمين، ليس هذا معنى الحديث يا أخواني، انتبهوا. ترى هذا قد يكون استدراج من الله عز وجل للعبد. اليوم ترى كثرة العدد ترى أكثر ما يضل به الإنسان أنه يكون يعني يقاد ولا يقود. اليوم كم من واحد تراه مشهور وكان في برنامج ثم طلع، يوم طلع تغير حاله، تغير وضعه، تغيرت مبادئه، لأن صاروا الناس يقودونه ما صار هو يقود الناس، لأنه ما غير فكر الناس، صار الناس تغير فكرة. ليش؟ هذا السبب، ترى الكثرة. فليس كل واحد ترى وراه كثرة معناه ممتاز، انتبهوا. ترى تقيم فلان انه كويس من كويس ترى من اللي قدمه من محتواه، ودائما خل المقياس هل هذا يرضي رب العالمين ولا يسخطه. ان كان يسخطه والله لو اجتمعوا عليه الناس كلهم ترى في غلط، وترى ما هم مشهور عند رب العالمين، معروف عند الله بالفسق ولا بالخطأ ولا كذا، الله يبي يرفع ثم يسخطه. وفلان من الناس ما عنده الا 20 ولا 10 ولا 100، لكن مع ذلك تلقى له تأثير على كل من يتابعه، التأثير الإيجابي. ترى هذا هو المحمود يا أخواني. أرجوكم لا نهتم بالأرقام، نهتم بالأثر. لذلك المعنى والفرق كبير جدا بين المشهور وبين إيش؟ المؤثر. اسعى أنك أنت تكون مؤثر، لا تسعى تكون مشهور. الشهرة ترى قد إنها ما تفيدك. طب لو صرت مشهور ومؤثر يا سلام، خير على خير. لكن مشهور ماني مؤثر، هذه مشكلة. فهذول كلهم اللي يتابعونك اللي يصفقون لك واللي فرحان فيهم، ترى أول من يتعلق برقبتك يوم القيامة هم، صح ولا لا؟ لأنك أنت اللي ضليتهم، أنت اللي خليتهم ماشيين في خطأ، أنت لا. اليوم وصلنا لمرحلة أنه فلان يسوي الخطأ وخطأ واضح وفي دليل، ثم إذا أنكرت عليه جو الجماعة اللي معه ما عليك من فلان وخل فلان هنا المصيبة، أنه تقعد تطبل للمخطئ وتقول أنت صح وقاعد تدفع على الخطأ، سام؟ تيد المخطئ على خطأ، أي هذه مصيبة طبعا. وكل إنسان في الأخير وكلهم آتيه يوم القيامة إيش؟ فردا، بمعنى أنت ستسأل. الله يقول ماذا أجبتم من؟ المرسلين، مو ماذا أجبتم فلان وعلان. النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. معنى اتصال، آخر اتصال ترى بنختم بعدها. الأخت ترف، السلام عليكم يا ترف. وعليكم السلام، حياك الله يا ترف، يا مرحبا. تسمعين يا ترف؟ فهد. سمي؟ أتكلم خالي فهد. فهد ولا؟ أعرف يا ترف، أعرف ترف. أرحب أرحبي، مرحبا وما شاء الله. لا لا بزيد. البقي الغالي. وش حالك وانا خالش؟ ابشرك كلنا خير. وش حال ابوش وامش واخوانش طيبين؟ انت شلونك طيب؟ ابشر شو بخير ان احمد الله، انت وش حالك طيبه؟ انت نجم متألق. جهنف داش جهنف داش. انت تتابعيني؟ اتمنى لك التوفيق. جهنف داش الله لا يهينك، طول عمرك يخليش لامش وابوش يصلح شلون خالش. سلميني عليه، شو على امش على ابوش واخوانش.
يسلمك. كم تعطينا نقطة يا ترف؟ 500 نقطة. والله عاد مثلها مثل آلين، ما أقدر أقول شيء. أنا عند الأطفال ما أقدر أقول شيء. اللي يبي نقاط الأطفال يتصلون بس. لا أنت تستاهل، تستاهل 500. الله يحفظك يا ترف، يبارك فيك. أذكر الله عليهم يا إخواني. الله يصلحك. ما شاء الله. خليها لهم. آمين. احنا إخواني وصلنا للختام. لكن اللي بذكر إخواني في نفسي وأذكركم فيه والمتابعين الكرام، أرجوكم يا إخواني خلونا نشد حيلنا ونشد الهمة ونشد من عزومنا، وفعلا أنه تصير هالحالتين الآن هي الهم اللي عندنا اللي لازم نحققه ولازم نقفله. ومثل ما قفلتوا 4 حالات وتقفلون هالحالتين إن شاء الله، كم بيجي إن شاء الله عقبها حالتين وبإذن الله أنه نبي نوصل إلى أنه فعلا ما ينتهي البرنامج إلا وأنتوا أسعدتوا أسر كثيرة من المرضى. أسأل الله يتقبل منكم ويجزاكم خير. لكن فيه مقترح أنه إن شاء الله نفتح سبيس من حساب القناة، ودي آخذ 5. أول 5 بيرفعون أيديهم، 1 2 3 4 بقي 1 5 6 ماني برادك، 6 6. طيب بس أخذ اسماءكم من جديد. سم عبد الله القريني. عبد الله القريني. ونعم والله يا حاتم معي. حاتم طيب سجل عبد الله القريني. ايوه ومن؟ علي مناحي. حسين الصيعري. حسين الصيعري. علي مناحي. علي مناحي. مبارك الصخيل. مبارك الصخيل. فهد محمد. فهد محمد. كم صرنا؟ 5. بقي 1 رفع يد. زياد بن شري. زياد بن شري. ونعم والله زياد بن شري. سجلتوا الاسماء كنترول. خلاص بنرتب معكم الوقت اللي بتفتحون فيه ان شاء الله سبيس، وان شاء الله انه حتى ممكن يكون تدخلون بحساباتكم عادي، الامر سهل. بنشوف له طريقه ان شاء الله برتب معكم فيها، وبيكون ان شاء الله بعدهم مجموعه ثانيه في الحاله الثانيه. يعني بيكون في حالتين، بنستلم حاله الطفل ان شاء الله ابتداء، ثم الحاله الثانيه بالسبيس الثاني في حلقتنا ان شاء الله بكره. ممكن نحدد من الاشخاص الثانيين عدد السبيس ووقته ومتى بإذن الله، أنه بنرتبها معكم وبيعطيكم خبر إما حاتم ولا محمد عيسى ولا أحد الشباب. سم سم الله عدوك. كنت حطيتوني أنا ومبارك سفير الخير الأسبوع اللي فات، نفسيتي كان ماشي أي عشان سفير الخير ذي شال لنا همهم، ويوم خلصت الحالة دلي والله العظيم الحمد إني من أسعد خلق الله دلي. الحمد لله. اللهم لك الحمد. تستاهلون. تستاهلك زود. أنتم متى بدأتم بالضبط السفارة؟ قدرنا فوق الأسبوع. أقول الله يبيض وجهك يا أبو غلا. أنت جيتوا في نهاية هو اليوم آخر شيء سفير، والله ما أدري هي آخر شيء أو الأسبوع هذا. لا لا إلى ترى السفرة بيبدأون معنا إن شاء الله لحد الجدد. الجدد لحد. إن شاء الله لحد. هذا إن شاء الله من حسن حظنا إن حنا إنها تقفل في. كفو كفو. اللهم في الأسبوع اللي حنا فيه. وأول شيء نشكر الجمهور. استاهلون. نشكر المتابعين. استاهلون. هم والله سر الدعم، سر النجاح وسر كلش. والله يبيض وجيه. ويبيض وجيه من عز الله يستاهلون الشكر جمهور القناة العظيم. استاهلون. ولا قصروا مبارك وعلي. أي والله ما قصروا. الله يطول. إن شاء الله السفراء القادمين يوم الأحد بعد الله يعينهم على الحمل اللي بيحملونه، لكن هو ترى تكليف وتشريف في نفس الوقت. هذا إن شاء الله أنتم لها بإذن الله. ما قصروا وكفوا. بيض الله وجيهكم جميعا على حضوركم، أسعدتوني والله. كذلك. ترى يا إخواني أنا أكد قبل ما أختم أنه ترى هالفقرة ما تقوم بعد الله إلا بحضوركم وبوجودكم. وفي الأخير ما في أحد منكم يحضر في هالمجلس إلا وعنده هالهم إنه إن شاء الله هالحالات تكون بعد الله، إحنا نكون سبب بعد الله في إغلاقها وفي علاج هالمرضى. وأسأل الله أن يسخرنا وأن يستخدمنا ولا يستبدلنا. قلوا آمين. وصلنا للختام. شكرا لكم جميعا. موعدنا معكم إن شاء الله غدا الساعة 9 بإذن الله مع رئيس مجلس إدارة جمعية التكامل الدكتور علي الشمراني. شكرا لكم أنتم جمهورنا الكريم على حسن المتابعة. إلى ذلك من حين نلتقيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.